هل تبحث عن منصة للربح من الإنترنت بسهولة من خلال المهمات البسيطة ولعب الألعاب؟ يمكنك بمجهود بسيط وبأوقات فراغك الحصول على أكثر من 10 دولارات يومياً من خلال تطبيق بيدورك، وهو ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. بيدورك الذي كان يسمى سابقاً بزاري كلامي هو تطبيق يجمع بين عدة طرق للربح من الإنترنت في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين كسب المال من خلال أداء مهام بسيطة ومتنوعة مثل مشاهدة الفيديوهات وإكمال الاستطلاعات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. هذا التطبيق متاح على الأجهزة المحمولة ويمكن الوصول إليه بسهولة، مما يجعله خياراً مناسباً للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في زيادة دخلهم. يقدم التطبيق مجموعة واسعة من المهام التي يمكن للمستخدمين القيام بها، مما يتيح لهم اختيار المهام التي تناسب اهتماماتهم ومهاراتهم. من بين هذه المهام مشاهدة الفيديوهات وتصفح المواقع وإكمال الاستطلاعات والنقر على الإعلانات. كما يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل على المستخدمين الجدد التفاعل مع التطبيق والبدء بكسب المال بسرعة. يمكن للمستخدمين العمل من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر لهم مرونة كبيرة في تنظيم وقتهم واستغلال أوقات الفراغ بشكل مثمر. يوفر التطبيق خيارات متعددة للدفع مثل التحويل البنكي بايبال وبطاقات الهدايا، مما يتيح للمستخدمين اختيار الطريقة الأنسب لهم لاستلام أرباحهم. كما أن التسجيل في التطبيق واستخدامه مجاني تماماً، مما يتيح لأي شخص فرصة البدء في كسب المال دون الحاجة إلى استثمار مالي مبدئي. يمكن للمستخدمين كسب المال من خلال مشاهدة الفيديوهات الإعلانية، فكلما شاهدت المزيد من الفيديوهات زادت أرباحك. كما يتيح التطبيق فرصة كسب المال عن طريق إكمال الاستطلاعات المدفوعة التي تقدمها الشركات لأغراض بحث السوق، ويمكن للمستخدمين كسب المال من خلال تصفح المواقع والنقر على الإعلانات. كما أن بعض المهام تتطلب من المستخدمين التفاعل مع محتوى معين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الإعجاب بالمنشورات أو متابعة الحسابات، ويمكن للمستخدمين أيضاً كسب المال من خلال تحميل التطبيقات وتجربتها، مما يتيح للشركات الترويج لتطبيقاتها وزيادة عدد التنزيلات. حمل تطبيق بيدورك وسجل عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، أو ادخل بواسطة حساب جوجل أو بواسطة حساب مايكروسوفت أو بواسطة حساب أبل. وفي حال أنك قمت بالتسجيل عن طريق إدخال معلوماتك، عليك التحقق من الحساب عن طريق الدخول إلى بريدك الإلكتروني وفتح رابط التحقق الموجود بالرسالة. هذه هي واجهة التطبيق، وسوف تجد رصيدك خلال أسبوع وآخر سحب قمت به. ادخل الإعدادات واضغط على أكاونت واضغط على Send Activation Link، وسيتم إرسال رسالة التفعيل لبريدك الإلكتروني. من تبويب إيرن تجد طرق الربح، وكل 1000 نقطة تجمعها تساوي 1 دولار. أول طريقة للربح هي من خلال لعب الألعاب. اختر واحدة من الشركات لتجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب، وكل لعبة موضح بجانبها عدد النقاط التي تحصل عليها، وهذه العروض تتجدد كل أسبوع. عند اختيارك للعبة تجد تفاصيل الربح، كل مرحلة تصل إليها تحصل على عدد معين من النقاط. الطريقة الثانية للربح هي من خلال الاستطلاعات
وهناك العديد من الشركات التي تقدم لك الاستطلاعات، وكل استطلاع له سعر مختلف. الطريقة الثالثة هي من خلال مشاهدة الإعلانات، وكل إعلان مدته 30 ثانية تحصل منه على 10 نقاط. الطريقة الرابعة من خلال أونلاين شوبينج عن طريق تحميل تطبيق التسوق في القائمة، وكل تطبيق يمنحك عدد من النقاط. الطريقة الخامسة عن طريق الخدمات المصغرة، وهي متنوعة وأرباحها جيدة نوعا ما. بالنسبة للحد الأدنى للسحب هو 1 دولار، وطرق السحب حساب بنكي أو بايبال. وهنا تجد إحصائيات عملك على التطبيق. من تبويب أشيفمنت، أيضا هناك مجموعة من المهمات التي يمكنك تنفيذها وجمع النقاط، وكالعادة يمكنك الربح من خلال برنامج الإحالة لتحصل على عمولة من أرباح صديقك إذا سجل بشكل فعلي. يعتبر تطبيق بيدورك خيارا ممتازا للأفراد الذين يبحثون عن طرق بسيطة وسهلة لكسب المال عبر الإنترنت. بفضل تنوع المهام وسهولة الاستخدام، يمكن للمستخدمين تحقيق دخل إضافي من خلال استغلال وقت فراغهم. إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة دخلك عبر الإنترنت، فإن تطبيق بيدورك يستحق التجربة.